مشهد إنساني آخر يتكرر لدعم مصابي كورونا. 15 شابا ومنذ أكثر من 3 أشهر يرابطون في مستشفى ابن الخطيب، وهم يتناوبون على خدمة المرضى في تقديم أنواع الطعام والشراب وعلى نفقتهم الخاصة، حتى أصبحوا على علاقة وطيدة مع المصابين، وليكونوا بذلك جزءا من العلاج الذي يتعلق بالجانب النفسي. احنا بدينا صارنا 3 أشهر، طبعا بدينا من السلات الغذائيه للعوائل المتعففه، بعدين بدينا اتجهنا للمستشفى ابن الخطيب، يعني صارنا تقريبا بها 3 أشهر انا والجروب والاخوان اللي وياي، ومثل ما تعرف يعني بدينا بهاي الشرابت والاكل يعني يوميه، بهاي 3 أشهر يوميه احنا متواجدين هنا. قمنا يوم واحد طبعا ما جينا بها 3 أشهر، قاموا يخابرونا طبعا. هاي أمانة يعني قاموا يخابرونا لأن الحالة النفسية 90% للمرض. والله هذا يمثل التكامل الاجتماعي بين أفراد الشعب، فدائما يحاولون هواي تجينا مساعدات من طعام، من مساعدات عينية، من مواد مستلزمات طبية. الحمد لله أهل الخير هواي وما يقصرون ويدعمون المرضى وحتى يساعدون المؤسسات الصحية لتأدية الخدمات. ومن بين تلك المجموعة رياضيون وأصحاب مذاخر للأدوية استثمروا فترة الحظر ليساهموا في عرض خدماتهم الحرفية والطبية لتوفير النقص الحاصل في بعض المستشفيات، وهو ما انعكس إيجابا على المصابين والملاكات الصحية. والله العلاجات أنا على صاحب مذخر أوفر العلاج للمريض، كافة العلاجات مجانا، أي شيء يحتاجه مثل اللي يحب السكر يحب الضغط ما متوفر بالمستشفى، فأنا أوفره. شغلنا هذا وعملنا هذا خدمة لأهلنا وناسنا الطيبين ورفع من معنوياتهم إن شاء الله، لأنه هم عزاز علينا والعراق كله عزيز علينا. منذ ظهور جائحة كورونا في العراق تصاعدت الحملات الإنسانية لدعم المصابين. هذه المجموعة اتخذت من مستشفى الخطيب منذ أكثر من 3 أشهر مقرا لهم لمعايشة هذه الشريحة وتوفير المأكل والدواء وعلى نفقتهم الخاصة. من مستشفى الخطيب في بغداد، عباس نعم، العراقية الإخبارية.